أهلا بيكم، ومعاكم محمد البوهي في دورة جديدة من الدورات المقدمة من شركة رسمة للدعاية والإعلان. هنتكلم في الدورة دي المرة دي عن أدوبي أفتر إفكت. يلا بينا وأشوفكم بعد الإنترو. هنتكلم في الدورة دي المرة دي عن برنامج أدوبي أفتر إفكت، وهو اللي هيعلمنا إزاي نعمل الأنيميشن والجرين سكرين والإنفوجرافيكس. الدورة المرة دي مهمة وجميلة، وياريت كلنا نركز مع بعض ونحضر الورقة والقلم. هنتكلم في أول الدورة عن حوالي 20 درس بيشرح وجهة البرنامج وإزاي نستخدم الأدوات خطوة بخطوة. يلا بينا عشان أوريكم البرنامج ممكن نعمل بيه إيه.